السلام عليكم، معكم الطالبة أفنان الخان سنة رابعة طب. اليوم بكمل الجزئية الأخيرة من chapter the lymphatic. The lymphatic and immune system. بعد هذه السنابة بحط حسابي في تويتر، إذا عندكم أي أسئلة تفضلوا سألوني. طيب، بعد ما شرح لكم زميلي عبد الله عن السكند لاين ديفنس الانفلاماتوري ريسبونس، في خلايا مهمه لازم تعرفونها، منها النيوتروفيلز والماكروفاجز. هذول الخليتين اسمها فاجوسايتس، وهم نوع من انواع الدبليو بي سيز اللي هي خلايا الدم البيضاء. هي من الخلايا الاولى تكون موجوده مكان اللي تكون موجودة مكان ما يصير فيه infection أو inflammation. هي تشتغل مع الكومبلمنت سيستم، بعدين أعلمكم إيش هو الكومبلمنت سيستم. طيب، هذول الخليتين يشتغلون مع الكومبلمنت سيستم عن طريق عملية اسمها الأوبسنايزيشن. أنتم مو مهم تعرفون هذه العملية، بس مهم أنكم تعرفوا. بعدين نذكر لكم إيش هو الكومبلمنت سيستم. طيب، تقوم لهذه النيوتروفيلز والماكروفاج تروح عند الباثوجين. طيب، تقوم الماكروفاج والنيوتروفيلز تاكل الباثوجين وتدخلها داخل فيزيكلز اسمها اندوسيتيك فيزيكلز. طيب، الفيزيكلز هذه تقوم تتحد مع اللايسوزومز. اللايسوزومز فيها انزيمز تدمر وتكسر الباثوجين داخل الفيزيكل. ابي اوضح نقطه، بس انا قلت ان النيوتروفيلز والماكروفاجز يسمونهم فاجوسايتس، بس هم ما هم نفس الشيء. يعني الماكروفاجز غير والنيوتروفيلز غير. في خلية ثالثة مهم لكم تعرفونها في second line defense اللي هي natural killer cells. natural killer cells هي lymphocytes، بس شوية مش زي الخلايا التائية والباقية. natural killer cells هي كبيرة محببة granular، ما عندها specificity ولا عندها memory. okay. natural killer cells هي تقتل، من الاسم. طيب، في الفاجوسايتس من الاسم تاكل، فاجوسايتس تقتل الخلايا اللي صارت مش طبيعية، مثلا تيومر سيلز وفيروس انفكتد سيلز. تيومر سيلز سواء كانت حميدة أو خبيثة، ولاحظوا أنها ما تقتل باثوجين يعني بكتيريا أو فيروس، لا، تقتل خلايا كانت طبيعية وبعدين صارت تيومر ولا صارت مصابة بفيروس. طيب، لما الناتشرال كلر سيلز تقتل الخلايا المصابة بالفيروس تطلع انترفيرونز. ايش هي الانترفيرونز؟ هذه هي بروتينات، بعدين نتكلم عنها. الانترفيرونز هذه تمنع الفيروسز من انها تتكاثر. طيب كذا احنا خلصنا الانفلاماتوري ريسبونسز مع خلاياها وكل شيء. نجي للقسم الثاني اللي هي البروتكتيف بروتينز. البروتكتيف بروتينز هما شيئين، يا انهم يكون بروتينات تكون الكومبلمنت سيستم او انها انترفيرونز. الكومبلمنت سيستم هو عباره عن بروتينات موجوده في البلازما في الدم، يصنعها الكبد وتكمل وتساعد الاميون سيستم. الكومبلمنت هذه يعني ما تشتغل هي اذا ما كان في باثوجين في الجسم. لما يصير في باثوجين في الجسم هنا بعدين تشتغل وتشتغل وتتنشط بكذا طريقة، بس مش مهم لكم تعرفون الطرق أبداً، بس مهم لكم تعرفون إنها ما تشتغل إلا من يكون فيه باثوجين في الجسم. ذكرنا إن الماكروفاجز والنيوتروفيلز تشتغل مع الكومبلمنت سيستم عن طريق عملية اسمها الأوبسنايزيشن، وهذه وظيفة من وظائف الكومبلمنت سيستم. في وظيفة ثانية أو عملية ثانية تسويها الكومبلمنت سيستم اللي هي تسوي ممبرين أتاك كومبلكس. هذه العملية هي اختصرونها بماك، هي المهمة ولازم تعرفون ايش هي وتفهمونها زين. الصورة هذه حلوة وفيها بشرح الممبرين اتاك كومبلكس. الحين هذه البرتقاليين اللي هنا، هذه هي البروتينات. طيب، البروتينات اللي في الكومبلمنت سيستم تقوم تكون خواتم ودوائر في جدار الخلية، تكون محفورة من الداخل، يعني كده دائرة بعدين في حفرة. طيب، هذه الدائرة والمحفورة هي اسمها الممبرين أتاك. الحفر هذه اللي صارت حوالين البكتيريا أو على جدار البكتيريا تسمح للسوائل حول البكتيريا أنها تدخل البكتيريا. السوائل قاعدة تدخل، الخلية قاعدة تكبر، خاصة الخلية تكبر لمرحلة أنها تصير ما تستحمل وبتنفجر وكده تموت.
خلصنا الكومبلمنت سيستم، وحين نجي عند الانترفيرونز. الانترفيرونز في انواع، في الفا بيتا جاما، مش مهم. المهم انكم تعرفون انهم يصنعون من وين، من الخلايا المصابة بالفيروسز. هذا الانترفيرون يطلعون من الخلايا المصابة كعلامات تحذيرية للخلايا الطبيعية حول الخلية المصابة. الخلايا الطبيعية اللي مش مصابة، اللي ما فيهم شيء، تستقبل الانترفيرونز. لما تستقبلها تقوم الخلية الطبيعية تصنع انتي فيرال بروتينز. انتو شبهوا الانتي فيرال بروتينز بالدواء، كانها قاعد تصنع دواء. هذه البروتينات اللي صنعتها الخلايا الطبيعية تمنع تكاثر الفيروسز. هذه صورة توضح الانترفيرونز. مو مهم، هي نجي عند هذه آخر سلايدز ونخلص. هذه السلايد ما فيها شيء مهم، بس مهم إنكم تعرفون وتستوعبون كيف إن الإميون سيستم بأنواعه اللي هو الإنيت والأدابتيف لازم يتعاونون ويشتغلون مع بعض. مثلاً لو صار في مشكلة في الإنيت سيستم، كيف الأدابتيف يشتغل؟ ما راح يشتغل، لازم الإنيت يشتغل عشان الأدابتيف يشتغل بعده. إن مثال هنا الكومبلمنت والبروتينز والماكروفاجز ينشطون الليمفوسايتس اللي التائية والبائية عشان تهاجم. النقطة الثانية مش مهمة، بس يعني قاعد أقول لكم إن الانفلاماتوري ريسبونس يزود سائل الليمف اللي فيه أنتيجين وأنتيجين بينك سيلز في الليمفويد تيشو. هذه الصورة يعلمكم إيش الفرق بين الإنيت والأدابتيف. الإنيت فورين باديز بشكل عام، ما هو مخصص لنوع معين من البكتيريا أو نوع معين من الفيروسز أو نوع معين من الجراثيم. هنا هو أول من يبدأ يشتغل ويهاجم الباثوجين والفورين باديز. الأدابتيف لا، في أنواع معينة باثوجينز، أنواع معينة بكتيريا زي كذا. والله في باثوجين لنيت ما قدرت انها تقتله، يقوم الادابتيف يشتغل. الادابتيف مهم انكم تعرفون انه في ميموري سيلز، وهذا اللي يميز الادابتيف اميون سيستم. يعني هذا اللي يخلي الجسم يتذكر انه جسمنا قد مر عليه هذا الباثوجين، انا اعرف شلون اذبحه، وفي انتي بوديز معينه عندي اقدر اذبح فيه هذا الباثوجين. عرفت شلون؟ وبس والله، وبكذا احنا خلصنا سلسلة lymphatic and immune system. الشروحات تلاقونها موجودة في اليوتيوب، في يوتيوب وفي تويتر. كل حسابين لهم نفس الاسم، بكتب الاسم بعد شوي او الحين هنا بكتبه. نستقبل اسئلتكم واقتراحاتكم في تويتر، بحط الحساب بعد شوي. ان شاء الله تكونوا استفدتوا معانا اليوم، والقادم افضل ان شاء الله. وطبعا سيتم شرح مواضيع اخرى مستقبلا، والحين بحط لكم شرح قد صار من قبل موضوع ثاني الكارديو فاسكولر، بحطه في السناب الجايه.